أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة ثامنة من قناة ليبيا، نبدأها بالعناوين. خلال لقائه أوبتشا المنفي يتلقى دعوة من غوتيريش وألمانيا لحضور مؤتمر برلين 2 حول ليبيا. المشاركات في ملتقى الحوار السياسي يؤكدن التزامهن بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات. لجنة المتابعة الدولية تدعو البرلمان إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات. أما دبيبة فبحث مع ماكرون ومسؤولين فرنسيين التطورات في ليبيا. وتتابعون في نشرتنا الاقتصادية. مسابقات واحتفاليات خاصة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية. أربعمائة وثلاثون شركة تونسية تعلن مشاركتها في معرض العمارة والاستثمار بليبيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم دعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده في 23 من شهر يوليو الجاري. جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي بسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، حيث أثنى المنفي على الجهود التي بذلها أوفيتشا خلال عمله في ليبيا، وقال بمناسبة انتهاء فترة عمله أنه كان خير ممثل لبلاده وأسهم في عادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي. أكدت المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي التزامهن الكامل بخريطة الطريق في محطاتها ومواعيدها والتزاماتها بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من ديسمبر القادم. التفاصيل في هذا التقرير. المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي يصدرن بيانا أكدن فيه التزامهن الكامل بخارطة الطريق في محطاتها ومواعيدها والتزاماتها بما فيها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من ديسمبر القادم. عضوات ملتقى الحوار أعلن في بيانهن تمسكهن المستمر بالثوابت والتوصيات الواردة في اجتماع ملتقى الحوار بتونس شهر نوفمبر، في إشارة إلى أن البلاد تمر بلحظة تاريخية يمكن أن تعبر خلالها إلى بر الأمان أو تنتكس ديمقراطيتها الوليدة بفعل التخريب والتثبيط الذي يمارسه البعض دون استشعار للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المؤسسات والفعاليات الليبية. البيان أشار إلى أن الحد الأدنى الذي لا يرتضي غيره الشعب الليبي هو تجديد الشرعيات السياسية عبر التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة ومتزامنة من الشعب في موعدها 24 من ديسمبر القادم، مؤكدا أن التأخر أو التماطل في تنفيذ هذا الاستحقاق سوف يفقد الشعب الليبي الثقة في مسؤوليه عموما مهما كانت فئاتهم أو توجهاتهم السياسية، وسيقضي على مبدأ احترام التعهدات والمروءة في الوفاء بالالتزامات في العمل السياسي الذي يجب أن يظل ويبقى عملا شريفا وخدمة عامة وليس ريعا في يد البعض الذي يود أن يمارس الوصاية والأبوية السياسية على مواطني ومواطنات ليبيا. دعت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات بالإضافة إلى دعوة الأطراف المحلية والخارجية إلى اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة المشتركة للجنة عقب اجتماع عقدته اليوم برئاسة المبعوث الأممي يانكوبيتش والسفير سيمون جوسبلر وبمشاركة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
اجتماع رفيع المستوى عقدته لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه على عدة أمور تمثلت بدعوة مجلس النواب إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات استعدادا لعقدها في موعدها المحدد، داعية إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة الليبية في ذلك. المشاركون في هذا الاجتماع دعوا جميع الأطراف المحلية والخارجية إلى اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. دعوة مجلس النواب إلى اعتماد ميزانية موحدة كانت أحد الأمور التي شددت عليها اللجنة باعتبارها خطوة مهمة في تحسين الخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا، بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والتعليمي في البلاد. اللجنة من جهتها أشادت بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، مناشدة إياها تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل. وحدة البلاد واستقرارها محور دعت إليه أصوات محلية ودولية من خلال عدة منابر، كما أن المشاركين في هذا الاجتماع أكدوا التزامهم بمواصلة الجهود وصولا بالبلاد إلى السيادة الكاملة بما يوفر للشعب الأمن والاستقرار. أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد بيبة الاتفاق على تفعيل اللجنة الليبية الفرنسية المشتركة المتوقفة منذ عام 2002، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا وأكدت بيبة أن لفرنسا دور في تعزيز القرار السيادي الليبي في المحافل الدولية وخاصة في مؤتمر برلين 2 القادم ومخرجاته، إضافة إلى دورها في بسط السيادة الوطنية وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام فرنسا بدعم ليبيا واستقرارها والعمل أيضا مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق ذلك. وأضاف ماكرون أن بلاده ستدعم حكومة الوحدة في الجانب الأمني بالإضافة إلى دعمها في تأمين الحدود البرية والبحرية، معربا عن ثقته في قدرتها على إنجاز متطلبات المرحلة الحالية لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد. وعلى الصعيد الصحي أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيتم إرسال عدد من الأطباء الفرنسيين إلى ليبيا للمساهمة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان. تلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا والذي سيعقد في 23 يونيو الجاري. ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تلقى دعوة موقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس لحضور المؤتمر. وأضاف أن روسيا ستشارك في هذا المؤتمر، موضحا أن مشاركة وزير الخارجية نفسه ستعتمد على جدول عمله. يجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة إلى طرابلس غدا، يلتقي خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد بيبة. تأتي هذه الزيارة للمشاركة في دعم مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا وبحث عدد من الملفات المشتركة. محليا احتضنت قاعة بيوت الشباب بمدينة صبراتة أمس جلسة حوارية حول دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الأعلام في العملية الانتخابية التي نظمها مكتب الدائرة الانتخابية بالزاوية وسط حضور الصحفيين والإعلاميين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين. لأن الديمقراطية تعني حكم الشعب، فلا بد من تسليط الضوء بشكل واضح على أهمية الدور المنوط بالمجتمع المدني ومؤسساته، علاوة على واجب وسائل الإعلام في نقل العملية الانتخابية القادمة والمحددة في 24 ديسمبر القادم.
مدينة صبرات احتضنت جلسة حوارية بالخصوص في قاعة بيوت الشباب برعاية وإشراف مكتب الدائرة الانتخابية بالزاوية وحضور الصحفيين والإعلاميين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين. هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي من المجمع إقامتها خلال الفترة القادمة. خصصنا هذه الجلسة لمنظمات المجتمع المدني لما لها من أهمية قصوى في برامج التوعية الانتخابية، حيث أن هذه المنظمات أثبتت أنها لها تأثير قوي من خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة. ناقشت الجلسة عدة محاور تركزت حول أداء المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الانتخابات السابقة والتحديات والمشكلات التي واجهتها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الانتخابات السابقة، وكذلك تحديد العلاقة بين المفوضية والمنظمات المدنية والإعلامية والمسؤولية التوعوية الواقعة على الطرفين. اليوم مشاركتنا ولله الحمد بصفتنا جامعة الزاوية اللي لها دور في المجتمع حول توعية المواطن الليبي بدور الانتخابات وأهمية الانتخابات وفي محاولة توعيته في خياراته، كيف هو مثلا يسجل، كيف هو كذا. طبعا ما أثار انتباهي اليوم في الحوارية اللي هي السادة في المفوضية العليا للانتخابات حاولوا ان هم الحقيقة يحطوا ايديهم وينسوا شن هي الصعوبات والتحديات اللي واجهت الانتخابات في الدورة اللي فاتت، وهذا زي نوع من الاستفادة من التجارب السابقة. يطمح منظمو هذه الجلسة إلى تحقيق العديد من الأهداف والمتمثلة في تقييم دور شركاء المفوضية خلال الانتخابات السابقة وتشخيص المشكلات التي تعيق التواصل بين المفوضية والشركاء وحلحلتها لتنفيذ الخطط المستقبلية لخلق جسر للتواصل الفعال. وبعد نقاش دام لساعات أوصى المشاركون في ختام الجلسة بضرورة التركيز على الدور الإعلامي في التوعية وتحفيز الناخبين للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية القادمة، وكذلك ضرورة التواصل الدائم بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والدائرة الانتخابية بالزاوية والعمل على تطبيق برامج التوعية المختلفة. قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح في كلمة له خلال حفل تكريمه من نقابة المعلمين، قال إنه لا نهوض للمجتمع دون الاهتمام بالمعلم وبالعملية التعليمية، مؤكدا أنه لا يمكن طي صفحات الصراع الفكري والسياسي والمسلح في ليبيا إلا بانخراط الأجيال الجديدة في نشاط تعليمي وتربوي مدروس ومتواصل. ولا نهوض لمجتمع دون اهتمام بالمعلم وبالعملية التعليمية، بل ولا يمكننا طي صفحات الصراع الفكري والسياسي والمسلح الذي غرقت فيه ليبيا لسنوات طويلة إلا بانخراط الأجيال الجديدة في نشاط تعليمي وتربوي مدروس ومتواصل ينقي ما علق في أذهان النشأ من صور النزاع والكراهية والحقد والفوضى. أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مكتب تحريات تجور عن ضبط تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة من مناطق الجنوب إلى مدينة طرابلس، وأوضحت الإدارة أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يقومان بتهريب المواد المخدرة وبحوزتهما نحو 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بنسبة إيجابية بلغت 7.7%. وأضاف المركز في بيانه الأخير أن 303 مصابين قد تماثلوا للشفاء، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة في الساعات ذاتها، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 186,323 والوفيات إلى 3,131. بادر فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة إلى مركز سبها الطبي للاطلاع على مجال الرصد داخل المركز والصعوبات التي تواجهه.
جاءت زيارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي تسعى مع المركز لتعزيز ثقافة الرصد لما لها من دور في متابعة الوضع الوبائي والتعامل معه في الوقت المناسب حسب المعطيات التي تسجلها فرق الرصد. المزيد في هذا التقرير. يعتبر مركز سبها الطبي المؤسسة الصحية الوحيدة التي تقدم خدماتها لكافة سكان الجنوب، وهو ما دفع إدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لبدء جولة لتعزيز ثقافة الرصد التي تعتبر مهمة في مكافحة الأمراض والأوبئة. بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبرعاية منظمة الصحة العالمية، تم الاجتماع مع إدارة مركز سبها الطبي، المركز المرجع الوحيد في المنطقة الجنوبية، وقمنا مع زملائنا من إدارة الرصد في المركز الوطني بزيارة الأقسام والتحدث مع الأطباء، وتم الاتفاق على إنشاء يوم علمي لتعريف الأطباء بأهمية الرصد والتبليغ عن الحالات وكيفية التبليغ عنها. شملت جولة فريق المركز الوطني ومنظمة الصحة العالمية عدة أقسام بمركز سبها الطبي للوقوف على الصعوبات التي تواجه العاملين في مجال الرصد وإمكانية تجاوزها وتعزيز فائدتها ضمن الخدمات التي يوفرها المركز الطبي مرتديها. اجتمعنا مع مدراء المستشفى والمركز الطبي سبها، واجتمعنا مع اطباء الاطفال، وتقابلنا مع اطباء الباطنه، واطلعنا على المنظومه الاليه للرصد في هذه المواقع المهمه، وتم مناقشه مجموعه من النقاط او الصعوبات اللي تواجه برنامج الرصد المركز الطبي في الأماكن اللي زرناها. وضعنا طبعا بعض الحلول اللي من شأنها نحسن المنظومة الآلية للرصد، أكدنا على دور الرصد وأهميته خاصة في المناطق الجنوبية وفي مركز سبها الطبي في هذه المناطق. نجاح تعزيز ثقافة الرصد داخل المراكز الصحية سيدفع باتجاه المزيد من الحرص فيما يخص انتشار الأمراض، كما سيمكن الفرق العاملة من متابعة الوضع الوبائي وتداركه في الوقت المناسب، وهو ما يسعى المركز الوطني لتعزيزه من خلال التدريبات التي يقدمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لكافة الفرق بالجنوب الليبي. تمكن الشباب المتطوع علي السعيدي من جمع معدات وآلات طبية ومساعدات من عدة جهات ومؤسسات صحية محلية وتقديمها للوحدات الصحية في بلدية الشرقية جنوب سبها، وهي مساعدات تعد الأولى من نوعها للوحدات الصحية في المنطقة منذ سنوات. المزيد في هذا التقرير. لعل هذه الشحنة هي الأولى من نوعها المقدمة للوحدات الصحية بمناطق بلدية الشرقية جنوب سبها، والتي لم تحصل على أي معدات أو تجهيزات منذ سنوات طويلة. الشاب علي السعيدي أطلق حملة لجمع تبرعات لهذه الوحدات ونجح في تسيير أول قافلة لها. الأمانة طبعا هو شكر كل الشكر أن هذه المستوصفات مازالت تقدم في خدمة في ظل الظروف اللي من نقص الكوادر الطبية، من نقص الإمكانيات ومن نقص المعدات، وما زال أهالي هذه المناطق يسعون للعمل بشكل دؤوب على أن يتم أن تبقى مفتوحة أبوابها لجميع المواطنين. حقيقة طبعا ينقصها الكثير والكثير. هذه المستوصفات القروية تعمل في ظروف صعبة مع نقص الإمكانيات، وهو ما كان يدفع سكان تلك القرى للسفر إلى سبها لتلقي أبسط الخدمات الصحية. مع حلول الصيف تكون أزمة لدغات العقارب والحشرات السامة مؤثرة على كل مناحي الحياة هنا. الحالات اللي تجي مركز سبها الطبي، حالات اللي تكون طبعا لدغات العقارب، الأفاعي، كذلك طبعا اللي هو عدم توفر أدوية بشكل مناسب، نقص أدوية السكر وأدوية الضغط، طبعا حالات اللي تجي مرتفعة في درجات الحرارة، كل هذه الأشياء لاحظنا فيها أن حالات تأتي من هذه المناطق، فقررنا أن احنا ندعمها خصوصا في فصل الصيف يعني. يأمل الشاب علي السعيدي أن تكون هذه الشحنة بداية لتركيز الاهتمام بدعم المستوصفات القروية في الجنوب، والتي في حال تعزز العمل فيها ستخفف العبء على مركز سبها الطبي، وأيضا ستسهم في توفير خدمات صحية أفضل لسكان هذه القرى في بلدية الشرقية. نظم عدد من الموظفين التابعين للنقابات الطبية والطبية المساعدة وقفة احتجاجية أمام مركز ليطن الطبي، مطالبين الجهات المختصة بتفعيل القرار 885 القاضي بتعديل مرتبات الموظفين التابعين لقطاع الصحة.
هذا وأصدر المنظمون للوقفة بيانا عبروا فيه عن احتجاجهم على عدم تلبية مطالبهم، مناشدين ضرورة الإسراع في الإفراجات المالية والعلاوات، بالإضافة إلى دعم الطواقم الطبية العاملة في مراكز العزل من خلال صرف مستحقاتهم المالية، ومتواعدين بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم. اولا نتكلموا على الحراك اللي اليوم تفعل بجميع النقابات، يعني نقابه الصيادله، نقابه الاطباء، نقابه المختبرات، نقابه الاسنان، نقابه المهن الطبيه الطبيه المساعده. نشكر جميع من حضر اليوم، الشباب كلهم، من الدكاتره، من الفنيين، ونشد على ايديهم، ونتمنى من الحكومه، من رئيس الحكومه، ان يضع مطالبنا في اهتمام تاعه، وتنفيذ القرار 885 وتعديل المرتبات. ونتمنى من رئيس الحكومه ان الاسراع في التامين الصحي للكوادر الطبيه، لان احنا معرضين يعني بالخطر. نحن طبعا نطالب بالعداله الاجتماعيه للليبيين كافه، ونطالب بقانون مرتبات اولا يتساوى فيه الليبيين من رئيس الدوله الى اصغر موظف داخل الدوله الليبيه بالكامل. ما فيش واحد داخل الدوله الليبيه مرتبه تجاوز 10,000، بينما ناس اخرين مرتب 450 دينار. هناك بعض المساعدين التمريض وبعض المسعفين مرتب لا يتجاوز 400 دينار اصلا. الى ذلك، نظمت العناصر الطبيه والطبيه المساعده بمدينه مصراته امس وقفه احتجاجيه امام مركز مصراته الطبي، رفعوا فيها شعارات ولافتات بمطالبهم المتمثله في تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 وتقديم التأمين الصحي للعناصر الطبية والطبية المساعدة وتعديل المستحقات المالية لهم بما يكفل العيش الكريم لهذه الفئة المهمة من المجتمع. نسجل اليوم في دعم من نقابة الأطباء مدينة مصراته وقفة احتجاجية للكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمدينة. هذه الوقفة جاءت في صباح اليوم الثلاثاء لتفعيل القرار 885 لعام 2019، وأيضا للتأمين الصحي لهذه الكوادر وتفعيل المستحقات وحقوق هذه الكوادر حمايتها بما يضمن العيش الكريم لهذه الفئة المهمة جدا في المجتمع. من هنا نوجه الرسالة إلى الجهات الاعتبارية في الدولة سواء التشريعية أو الحكومة الليبية لأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في بيان هذه الوقفة، وأيضا تفعيل القرار بما يضمن الحقوق وأداء الواجبات وأخذ الأمر بعين الاعتبار. انطلقت بالمدرج الرئيسي في كلية العلوم بجامعة بنغازي أمس فعاليات مؤتمر الأسرة الليبية، تشخيص الواقع واستشراف المستقبل. هذه الفعاليات حضرها أحمد الزروق رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لمركز البحوث والاستشارات وأعضاء اللجنة العلمية والتحضيرية والمشاركون والمشاركات، إلى جانب عدد من عمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء من مكتب التواصل والإعلام بوزارة التعليم العالي والمهتمين بموضوع الأسرة الليبية. يمثل نقطة تحول، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي أو على مستوى الأسرة الليبية بشكل خاص وعلى مستوى المجتمع الليبي بشكل عام. نتيجة طبعا كما نعلم جميعا أن الأسرة مهمة جدا، في تعتبر أساس البناء المجتمعي، أساس تخريج أجيال للمجتمع. هذه الأجيال نتمنى أن تكون على مستوى من المسؤولية، أن تكون على مستوى من السواء النفسي، على مستوى التحمل المسؤولية ومشاركة في التنمية المجتمعية. وهذا لا يحدث إلا من خلال اهتمام الأسرة بأبنائها وكونها أول مؤسسة تساهم في تنشئة وتربية الأبناء. المؤتمر يهدف للاهتمام بالأسرة، تعرف العوامل اللي تؤثر في أدائها لدورها على أكمل وجه. جاء هذا المؤتمر لتحقيق زيادة وعي المؤسسات المجتمع بدور الأسرة الليبية، كذلك توعية الأسرة في دورها التربوي والاجتماعي، وكما نعلم أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع. ولأول مرة ستقدم معي النشرة الاقتصادية الزميلة هدي نماس. أهلا بك هدي. أهلا علي، شكرا.
أهلا بكم. بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات أقيمت بقاعة المعهد العالي للتقنية بالكفرة صباح أمس احتفالية خاصة بهذا اليوم، عرضت فيها عدة ورقات بحثية، وذلك برعاية مركز حلول الذي أطلق التطبيق المحلي الأول في الكفرة الذي يتيح الخدمات المصرفية بالمدينة. هذا وشهدت الاحتفالية حضور رئيس المجلس التسييري عبد الرحمن عقوب ومدير المعهد غيث بعبيد وعدد من المختصين في مجال تقنية المعلومات وطلاب المعهد. والبدء بي لديها قاعدة لتنامي من المستثمرين والتجار والشركات التي تمشي تواضع مع سيادتكم وزير المحلات تمام. رأوا يوم وطني لتقنية المعلومات، كان يوم وطني الحضور لا بأس به، عدد ما شاء الله والحمد لله. كان هذا العقد وهذا الحدث كان برعاية مركز حضور وقسم الحاسوب معهد هذه العلوم التقنية الكفرة، والله الحمد والمنة العدد كان لا بأس به، ونتمنى النسخة الثانية يكون عدد ومشاريع أكثر أو مشاركة أكثر، كما نتمنى أيضا من الشركات سواء الخاصة أو العامة دعم واحتضان هذه المشاريع التي تم عرضها في هذا الحدث. أقامت المنظمة التقنية بزليت مسابقة في مجال التقنية والبرمجيات بمناسبة اليوم الوطني للتقنية الذي أحيته المنظمة بمشاركة عدد من الشركات بالمسرح الوطني وبرعاية من المجلس البلدي. وأعلنت المنظمة عن فتح باب المشاركة أمام طلاب المدارس، وتم إعطائهم دورات مكثفة في الأيام الماضية لصقل مواهبهم وإبراز قدراتهم في مجال تقنية الأردينو. المزيد في تقرير مراسلنا بزليت. مسابقة على هامش إحياء اليوم الوطني للتقنية في مجال الأردوينو تنافس عليها عدد من الطلاب، وهي عبارة عن صنع جهاز تعقيم اليدين للوقاية من وباء كورونا. 4 فرق شاركت في المسابقة متكونة من 2 لكل فريق، يتنافسون على الجائزة المقدمة من المنظمة التقنية سليتن. الأمانة هو احنا لمسنا فيهم اللي هو حب الإبداع، حب الابتكار، رغم أن أعمارهم صغيرة، رغم أن فترة التدريب قصيرة، إلا أن صراحة فعلا لمسنا فيهم الشغف في أنهم يحبوا يعني يبذلوا شيء، وبالتالي أنا نتوسم فيهم خير ونقول أن إن شاء الله من خلال اللي هو يعني حبهم للابتكار والاختراع والإبداع والتقديم حلول مبتكرة حقيقية تحل المجموعة من المشاكل اللي يعاني منها وقعنا، الأمانة أن نتوسم فيهم خير ونقول أن إن شاء الله يقدروا يوصلوا لمرحلة متقدمة في المشروع. طبعا تم اختياره من خلال اللي هو نموذج للتقديم عرضناه احنا على الفريق، على صفحة فريق أنا قادر، صفحة المنظمة التقنية زليطن. طبعا كل المتقدمين تقدموا للمشاركة، وتم اختيارهم يعني للمرحلة النهائية وللمشاركة. طالب يشرف على إعطاء الأوامر للوحة الأردوينو عن طريق الكمبيوتر، وآخر منغمس في تركيب مكونات جهاز التعقيم. الكل يعمل كخلية متناغمة للخروج بأفضل النتائج والفوز بالجائزة. قسم الجهاز اللي عنده نقص المواد الطبية، حبينا أن ندمجوا بيننا، وقصدي تساعدوهم طشع آخر. هو الفكرة جهاز تعقيم تحط في يدك يديلك الكحول. احنا عبارة عن 4 فرق باين، وعندنا مهنة 3 ساعات، وكل واحد ينزل ويبرمج ويركب، ويعني اللي كمل ويول يفوز. المنظمة التقنية والتي يرعى معظم نشاطاتها المجلس البلدي زليتن أشرفت على العديد من الأعمال وتدريب الطلاب والتلاميذ في السنوات الماضية على تقنية الأردوينو، تهدف من خلال هذه المسابقة إلى صناعة جيل تقني يساهم في الرقي ببلاده. خالد جابر، قناة ليبيا، بلدية زليتن. في شأن آخر، أعلنت إدارة مطار بنين الدولي بدء تنفيذ إصالة ركاب نيمو الكورية بعد وصول الهيكل المعدني لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة والتي تسهم في رفع العبء عن كاهل المواطن. إدارة المطار قالت في بيان لها إنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بالباطن من شركة الريان القابضة وتحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف وإدارة المطار، موضحة أن القدرة الاستيعابية للصالة ستكون
تكون أكثر من 1,000,000 مسافر سنويا بمساحة مسقوفة تقدر ب 13,000 متر مربع بمرافقها المختلفة في العقد والمخطط. وأعلنت 430 شركة تونسية المشاركة في معرض العمارة والاستثمار العقاري سكاي لاين الذي سينظم في الفترة ما بين 6 إلى 9 يونيو الجاري بطرابلس كأول فعالية اقتصادية لإعادة إعمار ليبيا. وكشف المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوغرة على أن الخطوط التونسية خصصت بهذه المناسبة خطا جويا إضافيا بين تونس وطرابلس، هذا ويوفر معرض سكاي لاين فرص لمختلف الشركات الأجنبية لتوقيع شراكات في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات والمكاتب والدراسات الهندسية مع الجانب الليبي. وفي أخبار النفط، اجتمعت لجنة الطوارئ بشركة الواحة للنفط اليوم بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة لتوفير الاحتياجات داخل الحقول وبالأخص حقل الواحة والذي تتمثل فيه المستلزمات الصحية والأدوية العلاجية والوقائية اللازمة. أعلنت شركة العامة للكهرباء أن طرح الأحمال اليوم سيمتد لساعتين في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية، بينما يتواصل إلى 4 ساعات في الجناح الشرقي للشبكة. هذا ونبهت الشركة المواطنين إلى إمكانية التواصل معها من خلال الأرقام المدرجة على صفحتها بالفيسبوك في حال زيادة ساعة طرح الأحمال عن المعلن عنه. كما أعلنت العامة الكهرباء سرقة أسلاك ضغط عال بطول 2550 مترا جنوب مدينة زليتن. وبحسب بيان الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، فقد اعتدت مجموعة خارجة عن القانون على خط المشتل فرعية ماجر بدائرة توزيع جنوب زليتن، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مزارع ومنازل في المنطقة. والآن نستعرض معكم أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية إضافة إلى أسعار تداولات الذهب في السوق الموازية اليوم. والبداية مع أسعار العملات التي نلاحظ أنها انتعشت مقارنة بالأسعار التي أغلقت أمس، حيث كانت معظمها مغلقة على انخفاض، وربما يعود ذلك إلى الأنباء حول ضخ سيولة نقدية إلى فروع المصارف في المختلفة في البلاد. البداية مع سعر صرف الدولار الأمريكي الذي سجل في الشراء 5 دنانير وقرشين، في البيع 5 دنانير و5 قروش. أما اليورو فقد ارتفع ليسجل في الشراء 5 دنانير و95 قرشا، وفي البيع سجل 6 دنانير تقريبا. الجنيه الاسترليني أيضا ارتفع ليسجل في الشراء 6 دنانير و87 قرشا، وفي البيع 6 دنانير و90 قرشا. الدينار التونسي حافظ على ذات الاستقرار الذي أغلق عليه أمس، سجل في الشراء 1.67 دينار، وفي البيع 1.70 دينار. الجنيه المصري انخفض بعد أن استطاع أن يحافظ على سعره بالأمس رغم الانخفاضات التي صاحبت معظم العملات، ليغلق على سعر 25 قرشا في الشراء وفي البيع 28 قرشا. الليرة التركية سجلت في الشراء ارتفاع بمقدار قرشين تقريبا، لتسجل 57 قرشا وفي البيع 60 قرشا. أما الدينار الأردني أيضا صاحبه الانخفاض ليسجل 7 دنانير و3 قروش في الشراء وفي البيع 7 دنانير و6 قروش. أسعار العملات التي تداولت أو أسعار الذهب التي سجلت في السوق الموازية اليوم، البداية مع مسبوق عيار 18 ارتفع قليلا بمقدار ربع قرش تقريبا فقط، ليسجل 217 دينار و75 218 دينار. مسبوق عيار 24 سجل 288 دينار ونصف. كسر عيار 18 يحافظ على نفس السعر منذ أسبوع ليسجل 213 دينار. كسر عيار 21 سجل 252 دينار ونصف. وأخيرا الذهب الخارجي المستورد عيار 18 سجل 290 دينارا. إلى هنا تنتهي جولتنا الاقتصادية، ونشرتنا مستمرة معك علي. شكرا علي. شكرا هدي. نظم مكتب الهلال الأحمر بمدينة سرمان بالتعاون مع اتحاد طلبة المعهد الصحي بالمدينة حملة نظافة شملت شاطئ المدينة،
وذلك استعدادا لاستقبال العائلات خلال فصل الصيف. استعدادا لفصل الصيف ومن أجل شواطئ نظيفة، نظم مكتب الهلال الأحمر بمدينة سرمان بالتعاون مع اتحاد طلبة المعهد الصحي بالمدينة حملة نظافة استهدفت شاطئ المدينة والمساحة القريبة منه، وذلك بجمع بقايا المخلفات البلاستيكية والأكياس وغيرها من المخلفات. تعاون مع المعهد المتوسط للتمريض مدينة سرمان، الشباب بارك الله فيهم استجابوا لدعوتنا للقيام بأول حملة لنعلنها انطلاق حملة المصير العائلي مدينة سرمان نظر لقبول فصل الصيف، وعارفين العائلات تتجه للمنفس الوحيد بعد المنتزه العائلي، نتواجد اليوم في مصيف العائلي لتنظيف القيام بحمل التنظيف. نشكر الشباب المتواجدين، شباب الهلال الأحمر سرمان، كذلك شباب المعهد المتوسط للتمريض مدينة سرمان. شركة الخدمات العامة كان لها دور أيضا في جمع القمامة بعد وضعها في أكياس من قبل المشاركين في الحملة. نحن قمنا معهد صحي سرمان بالمشاركة في هذه الحملة التي بدأت من اليوم، وسوف نقوم بحملات بإذن الله. والسبب هذه الحملات اندفاع أهالي سرمان إلى البحر. تأتي هذه الحملة ضمن الحملات التطوعية والخدمية والإنسانية لمكتب الهلال الأحمر بسرمان لإبراز المظهر الجمالي وتهيئة الشاطئ ليكون متنفسا لائقا بالمصطافين خلال فصل الصيف الذي بات على الأبواب. الفصل تتابعه. الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية مالي بعد انقلاب مايو. أهلا بكم من جديد. دوليا أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي أثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو، وهو الثاني خلال 9 أشهر. وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أمس إنه تقرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد. في الجارة تونس تمكنت وحدتان بحريتان تابعتان لجيش البحر من إنقاذ 109 مهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة وانتشال جثتين، وذلك بسواحل صفاقس وجرجيس جنوب شرق البلاد. وفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس بأن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر أنقذت بمساعدة جرار بحري 70 مهاجرا غير قانوني من جنسيات إفريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما، كما أنقذت وحدة بحرية في عملية أخرى 39 مهاجرا من جنسيات إفريقية تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و27 عاما شمال شرق صفاقس. قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن سلالة فرعية واحدة فقط من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المكتشفة في الهند ما زالت تعد مثيرة للقلق، فيما قللت من أهمية سلالتين أخريين وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. يذكر أن المتحورة المسمى دلتا مسؤولة جزئيا عن التفشي الحاد للوباء في الهند، وقد انتشرت منذ ذلك الحين في أكثر من 50 منطقة ومع 3 سلالات فرعية محددة.
قبل أن نختم هذه النشرة نذكركم بأبرز العناوين التي وردت فيها. خلال لقائه أوفيتشا، المنفي يتلقى دعوة من غوتيريش وألمانيا لحضور مؤتمر برلين 2 حول ليبيا. المشاركات في ملتقى الحوار السياسي يؤكدن التزامهن بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات. لجنة المتابعة الدولية تدعو البرلمان إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات. ودبيبة يبحث مع ماكرون ومسؤولين فرنسيين التطورات في ليبيا. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الانترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.